ليالي 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 يا 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 ليالي ليالي يا 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 ناس يا هو يا ناس يا هو لما اسكندر حكم على الدنيا ودبر شاف المداين وتخير اسكندرية 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 سماها أبويا كان بيقول لي إن الإسكندر الأكبر في القرنين كان نايم فجاله بحلم واحد اسمه همروش همروش؟ همروش خلاص اسمه أنت اسمه هوميروس هوميروس أيوه ده كان شاعر حلو من بتوع زمان وصف له إسكندرية وقال له ده إسكندر الأكبر إسكندر ذو القرنين قال له نعم يا همروش قال له اطلع اطلع على الخلا الخالي هتعمر الميادين وهتعمل كورنيش بحري داير ما يدور وتضرب في الجنوبي هتطلع معاك الناس تعمر بس كان فقري طلعنا احنا في حته رمه قام بقى الاسكندر من الحلم عامل اسكندريه دي على رواق اكيد طلعت زي ما كانت الحلم تمام يعني احنا يعني كنا شفنا غيرها ولا هنشوف غيرها يا حبيبي احنا سمك في ميتها عشان كده عمرنا ما هنقب على وش الدنيا عمرك شفت السمك بيبقى اي حاجه ثانيه ازاي يعني كده يالا مالك ترد كده ليه
اسقيني بس شويه بكره هعدي عليك. مالك؟ معلش يا عدوله تعبان شويه. صباح على خير. تعبان من ايه؟ كان مقفول عليك باب ليل ونهار. البنت ماشيه من زمان تتمخطر والغفله زرعه في الديوان قرع اخضر. قرع اخضر. شافت حبيبها بالجاكيته الكاكي والسته خيل والامشاج الملاكي تسمع قولتها اهين يا وراكي والعافيه هبله والجدع متشطر والوزه من قبل الفرح مدبوحه والعطفه من قبل النظام مفتوحه والديك بيدن والهانم مسطوحة تقرا الحوادث في جريدة كتر ونهايته يمكن ربنا يوفقكو مدام حفيظة المشطة بتزوقكو دي سكرة مالتي داهية ما تفوقكو بس ابقى سيبك من اللي فات لانه مقدر. وسابوه يقول الكلام ده على سلطان فؤاد؟ ما كان هربان. يعني اللي قال الكلام ده هربان وانت ماشي في الشارع عمال تقوله كده؟ مفيش حاجة يا كابتن. انا مش عايز اختي تترمل وهي عندها 15 سنة يا حسن. يا كابتن فاطمة في عيوني. بس بذمتك ايه رايك فيه؟ هو مين؟ في بيهرم يا كابتن. روح يا حسن، روح يا حسن وانتبه لاكل عيشك. انا مش هديك اختي ببلاش ومش هخليها تستناك لغايه لما تعنس. الصحوبيه حاجه والموضوع ده حاجه ثانيه. اسمع كلام اكبر منك. حاضر يا كابتن. يا ريس ابو قير يا ريس. لا اخويا راح ابو قير. طب معلش انا كنت فاكرك راح ابو قير. خدني في سكتك بقى. في ايه يا اما؟ مفيش. غسيلي وشي فجأة. امال فاطمة بتعمل ايه طول النهار؟ بتعيطي ليه يا اما في نص الليل كده؟ حد مزعلك في حاجة؟ صعبت عليا نفسي. من ايه يا اما؟ أنا مزعلك؟ طول الجمعة شقيان وما صدقت أفك عن نفسي شوية. خد الحلق ده بيقف في حتة بعيد عشان الفضائح. أنا كنت شايلة لأختك لكن خلاص بقى البركة فيك أنت. والله العظيم والله العظيم يا حودة ما بتخلينيش أطبخ، حتى الغسيل اللي بغسله بتلم وتغسله تاني. النكد عند أمك كيف؟ مزاج؟ علق الجاكيتة دي. هاتي. أنا فوقت جدا بحكاية الحلقة دي. أجيب لك تتعشى؟ تعشيت، صباح على خير. وأنت من أهلك. بترو بترو انت
بترو. اسحب. بترو. ايه في؟ بترو. انت اللي صحاك دلوقتي؟ مين دي؟ دي خطيبتي. ما هو باين. وكمان بجيب لي نسوان لحد هنا. مش مكفيك؟ يا عم بس وطي صوتك، جيران يسمعوا. عامل حساب الجيران قوي. قلت لك خطيبتي وبيتهم واقع امبارح، مفيش حته تبات فيها. انت هتغني عليا؟ ده انا مطرب قديم. بس ما توصلش لحد كده. ما تروق بقى يا عم غطاس. حتى الديره بتاعتي مش مهنيني عليها. انت ايه؟ ورثتني بالحياه. طب روق بس، خش نام. مش هنام. ودي مين دي بقى؟ مالكش دعوه، ده بيتي وانا حر فيه. وانا كمان حر. طب وحياه امك، ما انت بقيت فيها. تعالى ما تجيبش سيره امي. وانت كمان يا اختي تعالي وريني الجزمه دي بتاعتك. اطلع. ايوه جنن. اطلع. ايوه جنن. اطلع. اطلع بره. اطلع. اطلع بره. عامل لي كعبه. طب هدومي. طيب وانا مش عاوز اشوف حد. والله انا هسيب لك البلد كلها. بس اهدي خالص، اهدي، خلينا ناكل عيش. بس نعيما يا بيضة، نعيما. يلا. ايه ده 100 مرة قلت لك البسي حاجة في رجلك عشان الإزاز. غوري غوري بس كده. يا مسهل. أركان؟ طبعا خير، كل شيء خير. لا خفيف يا اخويا، خليك في حالك. مش عم بتكلم مين يا له؟ ما فتح يا عليم، هكون بكلم مين يعني؟ بتكلم مع المعباس يا جعير. ايه الدوشة دي؟ ايه بس انت وهو؟ ايه شغل البلطجة ده؟ بتعملوه بره مش في الورشة؟ تعالى يا اخويا، تعالى بص عليا المشرف يا راجل. انا بنشغلك علشان خاطر المرحوم ابوك، انما شغل البوكس ده يا خواجه انت ليك عندي مقطوعيه، انا هنزود لك عليها. راحة فين يا نحيفة؟ توني. الو الو يا حبيبي. ايه عامل ايه؟ Who are you؟ حسن مش فاكرني. حبيبي اسكندر الاكبر ابن بنته سيدة. انت ست ولا ايه؟ What؟ شعر جده الاسكندر الاكبر هنا اللي اتفقنا عليه. شعر جده. My grandfather. ايوه شعره هنا. مش انا قلت لك كان مدفون تحت بيتنا والحكومة كانت مدارياه هنا اهو. Show me. لا 6 باوند. What? 6 باوند 5 جنيه مقفولين. Are you sure? اهو يا جدع شعر اهو. شعر انا هضحك عليك اهو اهو. قال لي فلوسك. ماني. يلا. لا علبة ايه؟ العلبة ب3 جنيه مكتوب عليها كلام يوناني. اسمع كلام. Oh no no. خد دي وهات دي كده خلصين. You can't. انت حرامي. انا حرامي يا ابن الدايخة. انت بتقول ايه يا ولد الكلب؟ وانت تتفرجوا ما حطيتوش دم؟ يا ولد حرامي. انت الحرامي. حرامي يا ناقص يا ابن الكلب. يا الله. يا الله. صلى على النبي. ألف شكر يا أخ. نور، أخوك نور. عشت الأسامة أبو نور. ها، أنت اسمك إيه؟ أخوك حسن المرسى أبو العباس إبراهيم محمد عبد اللطيف. خلاص. عشت الأسامة يا أخ. حسن. أنت إيه اللي وقعك في ولاد الكلب دول؟ تشتغل فين؟ أنا كونسول مصر في اسكندرية. إيه؟ أكون بشتغل إيه يا عم نور؟ أخوك في المطابع الأميري، وأنت بتشتغل فين؟ لا أنا أقل منك شوية. فين؟ أنا في مصنع البيرة. أحلى شغل. تيجي نبدل؟ بقول لك يا عم نور، ما تيجي نعزموك على 2 شاي وندردشه بالمره. ماشي، يبقى على حسابي. ولا حسابك، على حساب الاسكندر الاكبر الله يرحمه ويفسحه فسيحه جنات يا رب، ويلهم يا رب الصبر والسلوان يا رب. هو الكبريت مش بتاعك ولا ايه؟ ستة ساكن فين يا نور؟ في بحر. احسن ناس يا عم. عشت. وانت؟ انا عندي قصر كده على البحر في مريرة. حسن؟ ايه؟ انت كداب يا حسن. طبعا. سمعت اخر نقطة؟ قول. بيقول لك مرة دكتور تحاليل امه ماتت، مشي في الجنازة قلت تحاليلي يا امه.
حلو يا معلم. انت مالكش اي هوايات بقى يا عم نور؟ ليا طبعا. ايه هوايه؟ هم هم مين؟ انجليزي حسن. وهي دي هوايه يا جدع؟ يا ريتك تهواها يا معلم. يا عم ربنا يغورهم. اهوى مين؟ انا اهوى اكل عيش يابا. تعالى مش قلت لك بوكسير كويس؟ ولا بوكسير كويس ولا حاجة، ده لعيب حواري عاوز له مدة كبيرة قوي عشان يبقى ملاكم. اتأخرت ليه؟ خير يا فندم، تحتمل دولاب قلت انه ماله فندم؟ مش بيفتح كويس ومش بيقفل كويس، يعني الضرب عايزة تستريح. نريح يا فندم. لا انا مش انا ما بخافش، انا خايف. انت لوح تلج، لوح خشب، غرقان ميه. انا مولع، انا مولع نار نار. عملته مع المدام؟ انت اتجننت؟ عملت ايه؟ هي قلة الادب وصلت بيك لحد كده؟ انا صبرت عليك كتير. هي يا خواجه بس هتستهبل؟ بتقول لك دورة في الدولاب عايزه تستريح تقوم تسيبها وتجري؟ اصل تروح دلوقتي وتعمل شغلك كويس. حاضر يا خواجه. عندي أوامر إن أبوس راس حضرتك. اتفضل بوس. فيني ولا قرطين هشوفني ليه؟ الواحد ممكن انيم ضميره شويه لكن مش على طول. انا مبسوط من نفسي. ايه ولا في ايه بس؟ دي كمان حاجه مهمه قوي. مش عايز يكون في ضميرك حاجه من ناحيتي يعني، وبعدين فاطمه مش هتاخد خبر عن الموضوع ده. وقف هنا يا عم لطفي. ده الحصان مش عارف ياخد نفس. طبعا دي عايزه ست حصان على مهلك يا طرناطه. ايوه على مهلك. بالراحه عليا يا منيل على عينك. اسند معايا يا ابو الكباتن على مهلك. ايوه انزل انزل. ايوه كده تعال يا قطه. الله ليه كده؟ علانم يا نهار اسود، ما لقيتوش عند عيوشه غير دي. بقول لكم يا جدعان محدش ليه دعوه، انا متكفل بيها، ده انا دافع ست ساغ.
تعالي يا بيضة، دي لابسة كفن. ايه ميليسا يا حبيبي تعيط ليه؟ سترو سافر. اه غرف داهية. ما تقولش كده. هو راح مشوار صغير لغاية ايطاليا ورجع. ما حد يحب واد خايب زي ده. عايزين يتجنن. يا اختي يا مأمنة للرجال. ما تتكلميش انت خالص، وبعدين ما ترزعيش كده، انا دافع فلوس. ميليسا. يا باين. يا اختي ما تعمليش كده، الرجالة ما بتحبش ان يسمعوا المتهوانة. يا ست قلنا ما تنطقيه، اقول لك تعالي وريني اللمضة دي جوه. تعالي قدام نشرب في ساحة حودة. طب وانا هجيب الجيتار من جوه. انا اخر يوم هشرب فيه، لان بليني قال الابطال ما بتشربش. اخر مره شفته امتى؟ كان بيشرب حلبة حصى مع حوده على القهوه. انت بتتريق؟ لعلمك بليني ده ابوك كان بيبيع كبده في لندن. ليه كلت معاه على الامه؟ احترم الاكبر منك يا حسن، احترم الاكبر منك يا حسن. لعلمك بقى نعرف كل حاجه عن بليني ده، جدع وشاهم وشجع الشباب، واللي في جيبه بقى مش بتاعه. امال بتاع مين؟ انتوا عيال صايعه. الله، طب راح فين انت؟ خليكم بقى مع النسوان بتوعكم، انتوا عالم. الدنيا باردة مجنون. مجانين مجانين، يلا نغني. تعال اشربي، ده انت ليلتك زرقاء. اشربي 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 يا حبيبتي، بس كفاية 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 كفاية. بالراحة شوية يا اخي، بالراحة. ايه ده؟ ايه بس الحلاوة دي؟ لا 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 لا. ايه؟ بلاش ده، بلاش ده ليه؟ انت مستنيه حد تاني في ايه؟ بلاش ده دلوقتي. بلاش يا ولاد، ده امسكي بالقلم. قلت لك بلاش ده. يا ولاد مال يا بنت ده؟ ايه في ايه؟ عادي يعني. عادي يعني؟ ايوه عندك حق، عادي. ومروح. طب وفلوسك؟ مش عاوزهم يا اخويا. ربنا يخليك، ده انا ولادي هيدعوا لك. مخلفه كمان؟ طبعا. وبترضعي منين؟ ده انا عندي حسان وحسونه ومحمد وشفاط. كفايه، ربنا يخليهم لك. يلا انت لحقت. ايه ده؟ ده صدرها، والباقي ان شاء الله لما نجمع بقيه المحصول. لم ينفع مصر كونها مهد المدنية في العالم. نموتوا نموتوا يا أحلى أساس. 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 ولم يشفع لمصر. ما يجمعوا توقعات ليه؟ ما يروحوا خلاص. وانجت وما رضيش، قال له انتوا ما بتمثلوش الأمة. وانجت قال لي سعد زغلول انت ما بتمثلوش الأمة؟ أيوة والله. نهار أسود. هو أي حد يوقع؟ لا، ما هو كل حرفة وليها جمعية. انت مش ممكن مبيض نحاس عندهم جمعيه؟ طب ما تخليهم يعملوا جمعيه، واحنا مجرين نعمل جمعيه، وكلنا نقف جنب الراجل الطيب ده. رغم اختلاف الديانات. مالك يا حسن متنح كده ليه؟ نفسي اوصلنا يا كابتن. توصل لسعد باشا؟ طب ما تيجي نعوم فوق الناس. تعال بجد؟ اه. ولا عشقها للحريه. اننا امه منذ فجر التاريخ، فينا العالم وفينا الصانع وفينا موازين. ليه ليه ما هو عدى رفيقي عدى. لا طب ممكن اقول لك حاجه؟ انا عايز اسال سؤال، اشمعنى انا اللي بتمنعوني دايما؟ اصل ساعتك مش اول ظابط تعمل معايا كده، انا طول الوقت يا بيه، حتى وانا رايح اجيب فول تصدق الكازرولة تعدي وانا يمنعوني؟ ارجع يا كلب. لكن انا حقك وشغلك محدش يقدر يناقشك. السلام عليكم. اقوياء بحقنا. نموت نموت يا يحيى سعد. نموت نموت يا يحيى سعد. نموت نموت يا سعد. سعد سعد يحيى سعد. سعد سعد يحيى سعد. سعد سعد يحيى سعد. سعد سعد يحيى سعد. عاش سعد زعيم الأمة. عاش سعد زعيم الأمة. عاش سعد زعيم الأمة. عاش سعد زعيم الأمة. نموت نموت يا حسن. نموت نموت يا حسن. نموت نموت يا حسن. نموت نموت يا حسن.
بلاش انا بلعب ملاكمة ونفسي كده شرفك تبقى بطل زي حضرتك ان شاء الله ربنا يخليك لينا يا سعد باشا ان شاء الله يا ابني ربنا يخليك لينا ان شاء الله نموت نموت ويا يا سعد نموت نموت ويا يا سعد 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 وكيل الأمة سعد وكيل الأمة سعد سعد وكيل الأمة سعد سعد وكيل الأمة يحيى سعد يحيى سعد يحيى سعد يحيى سعد يحيى سعد 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 وكيل الأمة سعد سعد وكيل الأمة ده اسمك ايه؟ نعم اما كفايه كده يا احمد بتروح يلا يلا بس على مهلك على مهلك يلا بابا انا يا اسطى لا 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 بابا انا يا اسطى جزاك الله خير. يخسر يا جميل. خف شوية يلا. خف. خف ايه يا ابني؟ أنا لسه هروح لنور أشرب براميل. براميل؟ أنت وديها فين؟ أوديها فين؟ يا ابني اللي قدامك ده محيط. هو كانت شوية بس أطلنطي. اصحى. إيه يا خالتي؟ إحنا هنقضيها زسوي وفولا؟ مفيش شوية مقسوم؟ ده كل اللي قاعدين مقضيها. مؤاخذة يا جدعان نهاركوا أزرق. الله طب وهي مالها يا ابني؟ ما تقول لي جنش. شوف يا اخي العظم تقولش ويلسون بتاع امريكا الله يقطعك ويقطع صحنتك. انا عايز اتاكد ان امبارح ما كانتش شلت القدر سعد باشا والقمر في ليله واحده قمر ايه انا كابتن عدى يا جدعان المهم الباشا قال لك ايه لازم يقول له قريبك وسال عن والدك احنا سمعناه وهو بيقول لك جعلك الله زخرا زخرا قال له زخرا يلا بالسلامه طمنوا الجماهير كل حاجه هتتعرف احلى كلاوي الحوده كلاوي بطل اسكندريه امبارح طول النهار نايم مش مصدق روحي ليه انام احلم بمين مين سعد باشا يا راجل اصحى انام احلم بمين مين ابويا الله يرحمه وش منور كده ولابس صلاه فوق جميل ربنا نجحك يا صاحبيه بعدين اصحى انام احلم بمين بقى مين ورحمه ابوك ورحمه ابوك يا حبيبي القمر يوم ضهيج جدا جدا جدا
دول اتفق. سعد زغلول اتنفى. انجليز نفوه امبارح. يا نهار اسود. كلام عم خليل، امال فين حسن؟ اهو ملقح جوه زي الولايه، خشوله قولوا له ما الناس صالح الهوجه دي، لما يبقى ابوه يموت يبقى ينوح على كيفه، اللي يبطل شغل يموت من الجوع، وانا بصرف على اخواته بيفضل دي، وهو عامل لي فيها مصطفى كامل. انا حسن مش نور بس. امال يعني كنت عايزين الانجليز يضربونا مسدس ميه؟ فاكرين عمليه هزار يا زلمه. من ايام هوجة عرابي ودايما بتقلب غم. المره دي ما قلبتش غم يا حسن. الانجليز لايموها وسعد باشا بالساكت. الا الغريبه الاجرودي ده طلع له شعر ازاي؟ المهرجانات العالميه والالعاب البهلوانيه من بطلكم المصري العالمي الناس ولا على بالها يعني. انا بعت له بابا انت ما ردش عليا. مين ده؟ سعد باشا. ليه؟ يجي يشوف حل في اللي بيحصل ده. يا عم بس انا باشا اصحابك طب انا بقى
ايه اللي مالي؟ لا لا يا جماعه انتوا مولدين في العروس بقى. اطلع اطلع. البطل العالمي المصري عبد الحميد. عايزك تعبر كويس. شفت لي نادي اتمرن فيه؟ يا عم نادي ايه؟ هناكل عيش. بترو سيبك منه مالكش دعوه بيه. جت كوني ده انتوا الاثنين كابه والله نحن الصحبيه وايامها. انا مش فاهم الناس اللي هنا هتعمل في ايه؟ هو ده زين ابو الحوض حضر الضابط تاجر المخدرات الهربان. انت تاجر المخدرات الهربان؟ ايوه. وخش بس هدومك. مين دول؟ تعال هنا. مين دول؟ مش وقته. ها؟ مش وقته. اوعى اوعى. يا اخي ايه يا اخي؟ انت قلت لي بيتهم ومش بيت استغفر الله العظيم ورخص وبتاع. خلص بس خلص خلصنا. ها؟ خلصنا. واسمه ايه؟ اسمه ايه؟ زينهم. مش انا زينهم. على فكره انا اول مره اشوفكم انتوا تبع اسمي ايه؟ انت هتشوفنا على طول بعد كده. تكلم بوليس. كل واحد يقف مكانه. بوليس تاني؟ هما دول مين؟ دول زمايلنا. الاوضه دي فيها فرندا؟ اوكي يا استاذ. انت قلت لي هنهوش الراجل مش هنخطفه. هوش الراجل ب 50 جنيه ليه؟ المندوب السامي. انا كنت اعرف كنت جيت معاك الشغلانه الوسخه بتاعتك دي. اعلان انا عايز اساعدك. ساعدك خلينا نخطف رجاله. انا بطل مش بطاج يا بيت. يا عم فلقتنا بطل بطل يا عم فوق اللي راحك انت لاقي تاكل. انا بطل غصب عنك انت فاهم ولا لا؟ طب بس بس الناس جت تعالى معايا. محلوم لوحدك. تعال. لا. الحوت فين؟ خطه كانت ماشيه على العال لغايه ما البوليس الحقيقة جه. ايدك على العربون. ايدك انت على بقيه المقاوله ما احنا عملنا على علينا. وانا الله الله الله. حوده. كابتن ما تقوم تشوفه مات بلاش تغير لما تشوفني مع سواك يا بلا يا بلحظة غلو يا بلحظة غلو يا حلوة يا بلحظة غلو يا بلحظة غلو الله أكبر. يا بترو الأغنية مش عاجباك ولا إيه؟ طبعا ما تعجبوش انا المزيكا الخواجات بتاعته. هو مال هو مال سعد باشا؟ ايه ده كابتن خواجاتي ايه؟ في يا جدعان فهموني. قول يا خواجه كنت موديني فين النهارده؟ انا خواجه حوده. ايه موضوع خواجه ده؟ ما تفهموني يا كباتن. بصراحه انا مش طايقك. انا مش طايق حد. وانا كمان مش طايقكم. انا بس كنت عايزكم تفهموا الدنيا. والله خلاص ملوش لازمه. ليه خلاص؟ استنى. استنى حكيم زمانك. قول يا اخويا اللي في بطنك. اه حكيم طبعا. انت ناقصك شويه دماغ بدل ما انت عواطلي كده والتاني عامل لي في امها وطني وانتوا الاثنين مبهدلين نفسك رايحين تغنوا ورا واحد سايب البلد ولعه ورايح قاعد يتفسح في باريس. ما بيتفسحش يا بيترو في مفاوضات هناك. اقصد مين؟ سعد باشا. هي حصلت سعد باشا. لا 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 يا كابتن ما حصلتش. نمسك بعض يا كابتن. ايه يا كابتن؟ ايه يا كابتن؟ لما البلد مش عاجبك قاعد تغني. الله ايه يا كابتن؟ الله عليك بنادي في كل وادي قصدي ومرادي زغلول يا بلا
قدام لسه شهر ولا حاجه وابعت لك تحصليه. انت عارفه ما اقدرش استغنى عنك. اذا قدرت تستغنى عن اي حد انا عارفك كويس. تبقيش غبيه، خلينا افتكرك بالخير. يلا يلا. صحيت سالم عليك؟ مش عايز اتخانق معايا ولا معاكي ولا عمري كنت عايز اتخانق مع حد. انا ابقى بطل في زيك كده، وكمان انا يئست من الناس والاحوال. وبعدين يا باشا يعني لا مؤاخذه يعني كنت اريده كده يا حبيبي. انا ياما قلت لك بلاش. بلاش ده يا خالتي، ما جرس حاجه. كنت بقى والنبي ما فيش حاجه. يلا روحي هاتي كوبايه ميه لعمك الشيخ. يلا واحد بعت شويه الذهب وشرط شويه نحاس. انا صحيح اعمى لكن وداني متربيه كويس، اعرف صوت الذهب من صوت النحاس. اتفضل يا سحوده. اهو اهو ده ذهب يا سحوده، ده ذهب، ده ذهب. انا ما اعرفش فيه ليه كده حليفه.
ده غلط جدا. اوعى يا حودة، اوعى خليني اقطعها، اوعى خليني اقطعها يا حودة. اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك لطفك فيه. يلا خش اوضتك، خش اوضتك يا بنتي دلوقتي. اهدى يا عم الشيخ. معلش يا عم الشيخ، بكره سيختك ترجع لك. قوم يا اخويا قوم 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 يا حودة. خد امسك امسك. يلا يلا يا اخويا. بالله العلي العظيم. حودة خير يا جنش؟ خير طبعا. رهان ما برهنش، خطف رجاله ما بخطفش. يا عم حلمك علينا. حلمك عليا. حلمك يعقوب افندي حداد. مش انت بتاع عبد الحميد القلالي؟ عليك نور. احنا جايين لك عشان اخوك وصاحبك عبد الحميد القلالي. ماله؟ اركب بس اركب اركب، تعالى افهمك في السكه عشان خاطر عشان خاطر. تعال خد طبعا على قلبك. الولا حودة حلو. يقف قصاد زفاريلي؟ يقف قصاد الترام يا جرع، بس تسيبهولي انا مرنه. خلاص استبينا، مستنيك بالمسار اما تخلص. راح فين يا كابتن؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ ايه على عينك بقى، مش كفايه بيتر اللي راح؟ مساء الخير. مساء الخير. الهانم الصغيره موجوده؟ حضرتك عايزها في ايه؟ قول لها في واحد عايزك في مساله رهيبه جدا يعني. رهيبه جدا؟ نعم رهيبه جدا. تمام اتفضل. مالك يا ملسه؟ بيترو ما بكون ممكن. بيترو ايه؟ ما بكون ممكن. لعلمك انا قلت له نفس الجمله وركب دماغه. رايحه فين؟ احنا ناقصينك. حاسه اني بقيت غريبه ويمكن اسافر. استني بس يا ملسه. بابا مبكوم وماما مبكية. ايه؟ امشي يا ملسه، انا مش طايق نفسي. حاجة رهيبة جدا. انت مجنون. الكلام ده لما شفت عينيكي، لما طلتك على بعضها كده انتهيت. رأي عم سيد. مين عم سيد؟ سيد البحر درويش. مش معقولة تبقى اسكندرية ما تعرفوش. لا ما عرفوش. اتفضل. ممكن المنديل؟ ضروري يعني؟ مش انت جاي هنا عشان كده؟ انت مش بتساعدي الغلابة والمساكين؟ بحاول. طيب ممكن تساعديني؟ ازاي؟ تحبيني ربع ما بحبك. بس انا كده ممكن اموت عادي خالص. ليه؟ لاني انا ما كنتش فاكر الدنيا فيها اكتر من كده. فكده لا، ده فيها اكتر، فيها اكتر. ممكن توعدي، ممكن توعديني وتقابليني؟ انت مجنون فعلا. انت بتعمل كده ليه؟ متأكد بس ان انا صح؟ لأني متأكدة إنك مجنون وممكن تعمل أي حاجة ما كنتش جيت. أنت بتشتغل إيه؟ بشتغل بوكس وبلعب نجار. بشتغل نجار وبتلعب بوكس. بلعب بطل يعني؟ لا أنا كده أخاف. بتخافي؟ أنت بتخوفي بلد إزاي يعني؟ أنا فاكر أنا قلبي زي العصفورة، لو غلطت مش هرجع تاني. عندك كلام غريب قوي. ايه ده؟
الرحمن. كابتن بليني في اسكندرية. مين بليني؟ مين بليني ده بطل العالم في الملاكمة. أنا ما كنتش مصدق إنه. عن إذنك. بليني. ما انت يا عم عايزين نشتغل ايه يا بقى انا هناك لا 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 اوكي اوكي لا 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 يا عم لا 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 طلع نافي مش كده الله يا استاذ اهلا وسهلا الان مع مباراة الملاكمة بين بطل ابطال العالم البطل الايطالي القادم من ايطاليا بالبحر بالسفينه مستر زفاريلي مستر زفاريلي وبطل مصر البطل الاسد المغوار الاسد الشجاع حوضة كلاو مات كتير تخيل هذا ليه؟ بقول لك ايه؟ ايه عقل البوليس السياسي مال المكان ها؟ وبعدين الوضع هيتغلب ولا ايه؟ مين الهماميل دول؟ بلاش تهريج، دول 20 شهيد. بكره هنصلي عليهم في المكتب العباس، بعد كده المظاهرات هتبتدي، اسكندريه كلها لازم تخرج. انت بتزعلي ليه يا ابني؟ انا مالي؟ حط وشك يا حودة الواد بيضرب شمال في الهواء بس تختارها تطلع في الهواء تاخدها في وشك طوله ولا بيها يا حودة اضرب يا حودة اهرب من فوق يمينه بتنزل انت تطلع من فوق يمينه وتضرب ولا اطلع انا لعبه وانا هطلع عني بالدبس انا هطلع على حوده يا حوده قلبها عركه خماره حتى يا حوده وانت امك عامله ايه؟ كويس والحاج عامل معاه ايه؟ اهو لا منشورات ولا نيله وزي الفل اهو يلا حوده الناس دي عايزينك انت ولا ايه؟ والان يعلن نتيجة المباراة بطل كل الاوزان مستر بليني. The winner is مستر زفاريلي. ايوه لا انا اضرب كزارولا لا لا احنا بلدنا جدعان انت بس وشد حيلك اوعى تموت انت كمان انا مش حامل واحد تاني طب اسمع ايه انت عارف شارع النبي دانيال اه من ناحيه السلطان حسين وديني هناك وزور طيب بس انت امسك نفسك اوعى تموت خليك راجل انت المره دي استنى يا عم الوسطى يلا لا انا هقدر امشي تمشي ايه يلا انا عارف ربنا خلقني اطير ليه ما فيش مناضل الا وطويل اكيد ربنا ليه حكمه اكيد عم بطه ما فيش حاجه لو واحد تعبان شويه بس عايزين نوديه عند النبي دانيال يلا اتكل على الله
لما تخسر ماتش تكسب اللي بعده مش تروح السجن. بس انا ما خسرتش. بس كنت هتقتل واللي يقتل مش ممكن يبقى بطل. انا كنت بوكسير دايما. ايوه دايما باخدها بالقضيه. لو كنت وقعت الواد النهارده ما كانش بالليل قدر يعمل لك اي حاجه. انا اسمي فرانكو، لو عاوز تشوفني انا في نادي الارمان. يلا يلا غور. عشان خواجه خليه يكسب. عشان خواجه خليه يكسب. يما فاطمه 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 يما قومي افتحي لاخوكي. حاضر يما. اخوكي اتغلب. بتهبل في نفسك كده ليه؟ لا جبت فلوس لامي ولا ذهبك هيرجع. يا اخويا فداك فداك. يما قومي شوفي ابنك يما. حرام عليكي ده حوضة غلبان. هي الحنية عيب. حسن كان عنده حق. الاستقلال التام او النفط الزعام. كلهم ملكل. كلهم ملكل. تعبان. لا بترو مش غلطان. بترو كان عنده حق. بترو كويس. كلهم باعوني. كلهم باعوني ولا بيتكلم. باعوني. كلهم باعوني. باعوني ضحكوا عليا. الاستقلال التام او الموت الزهام. انا تعبان. روحي. أنا تعبان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. حلم ولا علم يا ناس؟ ايه انت جيت امتى؟ عم بس فرحت شطر عليا. طب كنت تغلب الخواجه. انت عرفت اسكندريه كلها عارفه انت بهدلته. المهم ما كنتش زعلان مني يا راجل. ده انا ساعه ونسيت كل حاجه. عارف انا كان حق اشتغل بحار. البحر واسع لا حد يعرفك ولا تعرف حد. بس قلت بقى اجي لكم وعرفت اقعد على قلبكم. صباح الخير يا حنين. صباح الخير. ايه ده؟ ايه ده؟ دودة عم الشيخ عبديع. وبعدين قالت لم بقى احنا كنا مرتاحين من اهلك. يا ابن اللذينة دي ولا اجدع سيمة. وعامل لي فيها بتتمرن. اتاري وانا اقول الواد قاعد طول النهار في البيت بيعمل ايه؟ بتحب ها؟ المصحف ممكن تعرف يا جدع. انا طول عمري فاكر ان الشيخ هو اللي جنبي. وبعدين بطل لعب العيال ده. انت مش كنت مسافر؟
والله العظيم طول عمركم عيال، والعيال احباب مين؟ طب والله يا جدع حد يفهم ده وش يطلع؟ شوف الطليان يا جماعه. المسائل كانت ماشيه على العال لغايه ما شفتها. مين دي؟ مرات القبطان. اللي هي القبطان جوزها؟ لحقت في البتاع. طب هي ما بتبانش حتة حصان تركي يا كابتن، عينين ايه وجمال ايه وجسم ايه. طبعا انا قعدت استقبل لها طبعا والباقي بقى انتوا قعدتوا لغايه ما اتقفشنا. هيقتلني لولا انه خاف يتفضح قدام البحر. خشي ان يفتضح امره. يعني ايه؟ صاهن يا حوده. صاهن مال عليك. وحسب الوصف يبقى احنا كده. ليه النسوانه الحرانه دي؟ بص بقى انت تخش تقول الكلمتين بقى وتخلصنا وحقك تاخده، مش هنعمل زي زفاريلي. بقولك ايه؟ زفاريلي ده انا بخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى، بس يعني امك انا بخاف عليها مش منها يا حمار. تعالى بترو تعالى. حد يفتكر ام حوده في المكان الجميل والحاج دي كلها؟ ام حوده دي نفتكرها في القرافه. ايوه يا عم دي معدده. رياضه هنا طبعا مليش. والاستاذ بيشتغل بوكسير؟ لا حوده بيشتغل في التجاره. بس وصلنا. أنا كنت عايز أقولك إيه اللي بتعمله ده؟ أنت يعني إزاي؟ مش أنت ما كنت الفترة اللي فاتت اكتشفت ان الدنيا مش نسوانه بس. امال ايه يا ابو العريف؟ بكلمك بجد والله، الواد نور قال لي على حاجات ما كنتش اعرفها خالص غريبه. فقت يا جدع. انا بقى مش عايز افوق، ادينا فوقنا صاحبك اهو جاي مدلدل. موفق ان شاء الله يا ابو الكباتن. انا موفق بلا زفت. عملت ايه؟ عملت شورتك السوداء مصطفى زعلت. زعلت ايه؟ شتمتك؟ اختار راسك حسن، محدش يقدر يشتمني. امال عملت ايه يعني؟ قالت لي انت. لا 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 تشتم عيب قوي. قالت لك انت؟ ايوه. تصدق بالله يا كابتن انت اللي هتنقطني، انت اللي هتشيلني. طالما يا عم بلا احترام بلا بتاع ده انت جرستنا. بص يا كابتن بص. حسن. اتجوزت مرتين وما قدرتش. بحس انهم اصغر مني بكتير. بس بابا رباني بطريقه مختلفه. لما سعد باشا كان بيجي عندنا البيت كان دايما يقول لي مش لازم اتكبر على الناس. المشكله اني ما كنتش بشوف الناس دي خالص، فاهمني؟ علشان كده عملت الجمعيه عشان نشوف الناس كويس. كنت دايما بتعمد ابص في عينيهم، بس هما كانوا دايما بياخدوا الحاجه وياكلوا. ممكن اسالك حاجه بس ما تزعلش؟ منين جايب القوة دي كلها؟ قصدي يعني انت واصحابك تاخدوهم اصحاب الجلابية انا؟ لا يعني مش قصدي كده بالظبط، بس مجرد دخولكم هنا وجرأتك وثقتك بنفسك زيك زينا يعني. منين جبت الجرأة دي كلها؟ ربنا سبحانه وتعالى.
بعدين يعني هو انتوا من انتوا منطينا احنا منطينا يعني احنا برضو يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ممكن يكون بقى يعني حطوا في يعني الناس اللي زينا يعني صادق ممكن حطوا جواهم يعني انا بقى يعني بتعامل ناس بتفرق بتنبسط كتير لما بشتغل وبشوفه ولما بلعب يعني بقى يعني انت لو بصيت لاي واحد من اللي بتقعدي معاهم دول يعني مع لا مؤاخذه يعني ممكن يبقى يعني ممكن يكون وراه مصيبه يعني انا احنا يعني بس احنا يعني بساط يعني ولما بنكره بنكره ولما بنتعب بنتعب ولما بنحب بنحب. عندك حق، على العموم انت الوحيد اللي بصيت في عيني. كفايه كده النهارده، كفايه كده يا كابتن، كفايه كده النهارده. هو اللي بدا. معلش روح انت دلوقتي يا إلي، روح دلوقتي. انت كويس وسريع بس عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، اي بلطجي يقدر يعمل اللي انت بتعمله ده. البوكس بطل هنا مش هنا، وهنا برضه يا كابتن هنا انت تضيع على طول. هنا جولة بجولة خلص عشان تبقى بطل اسكندريه. وريح شماله على كتفك، ميل وابر كت على طول. اتقبض عليه ازاي؟ خد ناس كتير، ربنا يستر ما نكونش احنا كمان متراقبين. طيب يعني بتخبط يوه. هي الدنيا طارت بيتو. معلش يا عم غطاس مشغول شويه. طب اتخبط كمان يا عم، باين عليك كنت مشغول قوي. المهم صحتك مش مهمية؟ الحمد لله. قول لي تشرب ايه؟ ولا اقول لك الابراد ده؟ احنا عندنا ملوخيه. ياه ملوخيه؟ وبالارانب كمان. لا انا جاي اقعد معاك شويه. شويه؟ ليه انت مش راجع بيتك؟ لا انت هتسيب هنا وتيجي معايا. اجي معاك فين؟ شقه جديده حلوه، نشم هوا البحر ونسيب بقى كرموز واللي فيها. لا انا هفضل هنا.
انت لسه زعلان مني؟ لا غطوسه غطوسه. يا واد مش زعلان. هات راسك. مش زعلان مش زعلان. انا اصلي هتجوز. ايوه بقى قلت لي. مبروك يا عم. هتتجوز مين بقى؟ لعيب يا جامد. سد عديلك الريتم. ايه؟ ايه في ايه؟ مالك؟ اشمعنى عديله يعني؟ يعني جارتنا وعارفه ظروفنا واللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. يا سيدي مش جايز اللي ما تعرفوش احسن؟ ايوه بس انا قلت لها وافقت كمان. بابا انا رايي. رايك ايه؟ وانت اللي هتتجوز ولا انا؟ طب اتجوز بس بلاش عديله. ليه؟ من غير ما تسال اسمع كلامي وخلاص. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اسمع كلامك. يا واد انت كنتش انت ابويا وانا ناسي؟ يا سلام. ولما انت فالح قوي كده يا سيبترو ما تشوف نفسك انت. ده انت واد صايع لا فالح فيك سفر ولا عاد كمان. انت اصلك مش فاهم حاجه. طب فهمني. يعني لما تحب تركب الترام تقطع تذكره ولا تشتري الترام كله؟ ترام ايه؟ يا سيدي ما تجوزهاش. رافقها يعني. ارافق؟ اطلع بره يا رنت. وانت كل اطلع بره. اطلع بره قلت. ارافق ايه يا رين ادب جبل الكلب انت؟ اطلع بره يا عم غطاس. قلت اطلع بره يا غطاس. اطلع بره. انا رافقها. اطلع هور امشي يا عم غطاس. اطلع بره. اطلع بره. طب بره بره بس برضه مش هتتجوزها. هتجوزها غصب عنك وعن اللي خلفوك كمان. اوعى 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 كده عافيه ولا ايه اللي اوعى دي كمان؟ ما تكلمنيش بنت اللي عافيه. اهدى 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 بس اهدى بس. معلش يا عم روح قول لها بس كفت كده وبقيت تروح مكان الخير. يا حوده كل حاجه خناقه. مالك؟ مالك؟ مال يا بنت؟ مش على بعضك. مش حاجه. عارف حسن. حسن برضه. طب ولو حسن يا عم ما تخلي سعد الغلوب بتاعك ده يطلعه. انت مالك بس سعد يا. طب خلاص 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 يا عم. هاي. ازيك يا حوده؟ حاولت الاقيك عشان اعزمك ما عرفتش. شايفاني لايق على الجو ده يعني؟ كفايه عليا انا. بصراحه انا قدامي بفور لما بقيت مع الولاد دول. دول اصحابي يعني متربيين مع بعض. اصحابك لازم يشوفوك في النص. انت بتغير بقى. يعني هو انا كنت جاي علشان حسن صاحبي يصير مسك ودخل السجن. كنت عايز ياسمين. مش انت وعدتي بالرقصه دي؟ نو اليكس كومنت نو. اه كمان برقص مع حد غيرها. مش فاهم كمان. انا هفهمك يا ابني برقص مع حد غيرها. سوري ياسمين. اصل حسن عزيز عليه قوي ده هي الرزق. حاول تكلمي بقى الباشا يطلعه. اسمه حسن خليه عبد المنعم. خش انت حنيفة. انت بتهرب مني ليه؟ انا ما بهربش على فكره. موضوع الدهب ده دهب ايه ده؟ انت تاخد عمري بحاله. انت مش عارف غلاوتك يا حدى. انا كبرت وانت عارف ابويا بقى ولسانه. زي الامر حنيفه واي واحد في الدنيا يتمناكي. بس قولي بصراحة في واحدة تانية؟ أنا أصل حنيفة يعني دماغي متركبة كده غير الخلف. وأنا
انا بصراحه بقى مش عايزك تستني. استناك العمر كله. انا عايز اقول يعني ما تقولش حاجه. بنت يا حنيفه. اصلا حنيفه. عايزين نطلع عند دل. لا اديها الواد رب نسجون. ياما انت مكتفاني ومكتفه البيت كله. الواد بايع نفسه عشان بلده، ده مش حرامي ولا صايع؟ والبنت بتحبه. ياما فكيها بقى عشان اسافر وانا مستريح والنبي. ها اما رد عليا. الحمد لله على السلامة يا حسن. كفارة رد السجون. الحمد لله على السلامة. مالك يالا ضربوك؟ حد نخش نعمل لك حكاية؟ يالا فوق، أنت بطل. مبروك البطولة يا حمد. أيوه يا عم أنت بطل، هو بطل وأنا بقى اللي ماليش لازمة. لا ليك لازمة، تطلع على الوكر تفضل بالسجون وتهيأهم. ماشي. فاطمة بتسلم عليك يا أبو علي. فاطمة؟ أه فاطمة. بقول لك يا أبو كباتن، أنا بحلك من الفتحة اللي قريناها سوا، أنا ما ينفعش فاطمة دلوقتي. طب يلا. يلا يا ريس. طب وانت؟ مالكش دعوه. هو في ايه يا جدعان؟ فرح مين ده يا بيتها؟ فرح ده ابو علي. بيتها اتعنت وهي مستنياك. يا اخوانا حرام الحاجات دي ما فيهاش هزار. تعالى باحترامك لا يقولوا حكومة العريس ولا البت معيوبة وفيها حاجة. خد دبلتين هم. أبوك كتب الكتاب. مش قلت لك عندك اعتراض؟ يلا. الحمد لله على السلامة يا حسن. ألف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا ابني. ألف مبروك يا أبو علي. الله يخليك. ألف مبروك يا أخويا. أبو سالم. يا أبو حنيفة. هدى. يا أبو حنيفة.
سبحان الله. وفين؟ الواد بترص ابن جنية وقل علمني حبيبي بلاش ابن جنية دي. ليه مالها؟ هو الواد بترو بيرقص بريمو اسمع بترو بيرقص كويس وانا صغير يعني انا مش عارف اتكلم يعني ولا ايه؟ مش قصدي. امال ايه؟ البشوات دول معاهم نص الفلوس اللي في بره مصر والنص التاني مع الانجليز، ويقعدوا يقولوا لك بشوات وطنيين وهم كلهم شويه كدابين، شويه كلام بيضحكوا بيه على الناس وما بيتسلوا في كلوب محمد علي. ولا انت دمك بقى تقيل قوي من ساعه ما طلعت من السجن من الكلوب؟ احنا جينا عشان ننبسط. خدت بالك من الامر الانجليزي اللي قاعد هناك؟ يا حبيبي انا ما بشوفش غير فاطمه بس، الجمال الرباني اللي عمرك انت ما هتشوفه، النسوان دي كلها عدادها قالب زي عداد الكوبانيه. هاي بيترو، مش هترقص؟ مش هرقص، أنا جاي ليه؟ ومسلك نفسك حمار. سلكها أنت يا حبوب. عن إذنك يا بطل. تسمح لي أرقص مع بنتي الرقصة دي؟ طبعًا يا باشا. صحيح بتحبيه؟ المشكلة مش فيا أنا، المشكلة فيه هو. أكيد بطولة عاوز يكسبها. ده طيب مش عاوز اي جد الكاميليا بس من المقلوب. اه انا بتكلم جد. عايز ارقص مع نجيب. صحيح. علا ممكن ارقص معاك؟ بدرو عامل لي بروف مع ياسمين مش عارف ده خطيبها يا حبيبي ايه؟ قبل ممكن يبقى رئيس وزارة اللي مش ممكن عقل حولك ايه ده ايه اللي الذوق دي ايه اللي الذوق دي مين الواد ده خطيبك لا قصدي هو تقدم لي وانا من حقي افكر يا خوي طب وانا انت صديق وبعدين يعني ايه صديق الكلام ده عندكم مش عندي انا لو سمحت ما تزعقش مش ورشه هنا مش محتاجني انا هو ده محتاج حاجه دايما يبص لها لفوق علشان يوصل لها ده مش وحش بالعكس
كده هو فعلا ممكن يبقى بطل، بس في الحب ده حاجة تانية. أكتر حاجة كانت عجباني فيه طموح، وبصيته ليا كجزء من الطموح ده، بس دلوقتي هو مش شايف غير اللي بيحاولوا ياخدوني منه، مبقاش شايفني أنا خالص. أنا مش عاوزة أفشل تاني في حياتي كده، أحسن له هو كمان يا بيدرو. مين ده؟ ده ابويا. قومي البسي حاجه. ازيك يا غطاس؟ مش ناوي تعال بقى؟ هطلع لمين يعني؟ تعالى تعالى. امك هي اللي كاتبه الكلام ده؟ ايوه عارف، ايام الشقاوه والرقص في الريست والنسوان بتوع بانسيون ريجي والقهوة في دليس والشايف وينسر. كنت أياميها موظف صغير في ماتسيان وبعمل كل ده لغاية ما قابلت أمك. كان يوم حد رجلها كانت هتكعبل على سلم كنيسة سان مارك، لحقتها قبل ما تقع على الأرض. بصيت في عينيها 3 ثواني قلت لها تتجوزيني. الحد اللي بعديه كنا متجوزين في نفس الكنيسة. أمك كانت نص مجنونة ونص عاقلة، بتغني في الكباريه وتروح الكنيسة. كنا نقطع بعض من الضرب وتشدنا على السرير. مش عارف إذا كانت بتحبني ولا بتكرهني، بس أنا كنت بحبها، ويمكن أكون حبيت النص المجنون عشان كده ما قدرتش أستحمل هروبها. انا همشي. اوعى تفتكر ان انا عاوز اتجوز عديل عشان انا محتاج ست. لا، انا محتاج قلبي يخاف عليا، محتاج حد يتكلم معايا احكي له يسمعني من غير ما يزهق. طب ما تتجوز اي واحده تانية، اشمعنى عديله يعني؟ بترو، اللي في دماغك انا فاهمه، بس احنا كل ما بنكبر فرصتنا بتقل، الشغل والحب وفي كل حاجه. انا مش في سنك، انت لسه صغير والحياة قدامك، تقدر تختار وتنقي وتقلب زي ما انت عايز. انا لا. وبعدين عديلة دي ست كويسة، هلاقي زيها فين؟ يا باص معني صدقني، بلاش عديلة، بلاش عديلة. بكرة لما تكبر هتفهم. هشوفك. يمكن. ما بابا نادم ازاي انا بقى؟ فكر في الماتش اللي جاي. عودة، ما تنساش بليني. بليني. ما فيش وقت للعواطف. خبر اراد لك اعرف بس اخبارهم. جرنان مصر ريحه الملوخيه هتطلع منه. انت عشان الملوخيه. ماشي يا حودة. نم بينا والنبي. شاي 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 Come on, dirty monkey of Egypt. Hit me, try again. Thank you.
لا حودة انت منتهتش، الولد اقوى منك وده مش عيب. الحب يا ابني زي الكرة، ممكن يخليك بطل وممكن يخليك مجنون. يعني كلمته؟ هنقط صاحبي. استنى استنى، بقالنا ساعتين محدش طلع. بطل انا عارف انا اعمل ايه. ده رايق يا جدع، ده بوكسر اخر الله يرحمه ورحمة ايامه. صفر؟ لا من كتير بدل ما عدوا الناحية التانية. ايوه هم دول صفر. هي بيب يا كمان كمان بيب. دي محل فراردي مش سلاح انجليزي. يا بنت الرحيم ما تزعلش المعلم جنش بين البيع والشراء في حاله. الله الله بالراحه يا محمود، زمن الفتوانه ده خلاص انتهى. لا وانت بالراحه زمن الفتوانه هو اللي جاي. يا ربع عايز كام؟ قدهم كتير. قدهم قدهم تمام. يلا يلا السلام. بتعلم السواقه او تشتغل على التاكس بدل شغل البلطجه. اديك يا ست اتجوزتي، لا طوله ولا غيره. الله الله، هي امي لحقت نوحت عليكي؟ انت بتعيطي ليه؟ طب بس مش مصدقه روحي. ولا انا. ايوه عملت ايه يا حود؟ دورت في كل حته بس اكيد هيظهر. هيروح فين يعني؟ طيب تعالي. انا راح اغسل مواعين. هو احنا الحين هنكمل جمعة مع بعض يا بنت عيب. مشي وعيدا. بعد كده ايه؟ خلاص شبيت على طراطيف الصوابع مش ما حصل حاجة. لا طلعت من التوب اللي اتولدت بيه ولا جيت تاني على مقاسك. في حاجة أصلا؟ لا مستني حد؟ اه اه لا لا. طب يلا دور من هنا، دور يلا اتفضل. كفاية بقى كفاية تحوط على شوية الكرامة اللي فاضلين. لصم عزة نفسك ولم وتبعتر وامشي في سكة اللي قبلك. ده ملك مقسم ربك. مالك يا سحودة؟ اتفضل يا بطل اشرب معانا فنجان قهوة. شكرا يا سيحة، شوية كده مع نفسي بس.
لازم البطل يبقى انجليزي والباشا فرنسا والست في السرايا وانت تقعد على الارصفة اخر عندك مع الدنيا. ايه يا ابني؟ يا بالعافيه هدى. انا حسن. ازاي؟ استناك على الامه. علم على الجزمة يالا. يبقى حميها بالليل مع عيالك. عليك بإيه بس من ده كله؟ مش أحسن من غيرك يا كابتن. وبعدين هبقى أفيون زي البوكس بتاعك. بطلت البوكس. ليه يا حودة؟ الناس اللي فرحت بيك ليها حق عليك. أنت لسه بتبعت جوابات لساعة؟ لسه ببعت جواب ولسه ما ردش عليا. زي الناس كلها يا حودة. مش عاوز تشوف مراتك حسن؟ أنا عارف إن البيت متراجع. بس أنا هتصرف. لا أرتاح حسن. كبرت يجي بتاع 30 سنة. شكرا يا ريس. ايه بس يا حوده؟ الدنيا فين؟ تعالى يحكمها ابن الله الوحيد يسوع المسيح برحمته في الضيق ورخاء امين. يفد روح الله القدوس محبته. ياد ما تبقاش خايف ابوك. يا ريت ابويا كان عايش وكان يتجوز امنا الاولى حتى. انتم ايها الحاضرون هنا جميعا. يلا. يبارككم الله القادر على كل شيء الاب والابن والروح القدس. انا بقى جايب لك ثلاث فرد حمام. ده انجليزي. انت جبتوه ازاي؟ هو انت بس الوطن يا حسن؟ خد لك واحده وسيب الباقي بس خلي الامور تمشي. وفي يا جماعه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ السلاح ده بيروح فين وبيجي منين؟ إيه؟ بيروح الصعيد، بيروح بلد ازرق، خد اللي انت عايزه وخلصني. كل كل بس حسن ابويا. احنا حالنا بقى عجيب يا جماعه. احنا خلاص ولا ايه؟ الدنيا لسه قدامنا بس المهم نقف على رجلينا. خلي النوى تعدي بقى. لا اسكندراني اصيل يا قاعد على بيت. لسه الأحلام كتير بس انتوا تحلموا وما تخافوش تحبوا قولوا اتكلموا قدر القلوب تدوب عشق وحب وشجن والقلب اللي تحبه يبقى مرسى وطن قدر القلوب تدوب
عشق وحب وشجن، والقلب اللي بحبه يبقى مرسى وطن. زمننا الأولان يا سنين أحلى الأمان، يا زمننا الأولان مصرنا البعض تاني مهما يطول الغياب. ده القلب ما هوش عجوز يتعب يحزن يجوز، لكن لما يعوز يحلم يرجع شباب. قدر القلوب تدوب عشق وحب وشجن، والقلب اللي تحبه يبقى مرسى وطن. قدر القلوب تدوب عشق وحب وشجن، والقلب اللي تحبه يبقى مرسى وطن. خلاص يا عبدو. اقعد يا محمود. كنت بشوفك وانت بتلف بالاوتوموبيل. عايز مني ايه يا محمود؟ انت اللي عايزه ايه؟ انا ولا حاجه، عايزه اشوفك كويس. انا كويس غصب عنك. مش باين من نص بطل لسواق تاكسي. اتجوزت واحدة من حارتكم. بيع، مش عاوز ترد عليا. باي يا محمود. تقولي مالك؟ أنا ست وبفهم. أنا عارفة إن في واحدة تانية من زمان وأنا عارفة. اتجوزتك وأنا عارفة. أنا راضية بحتة منك. تقولك كتير عليا قوي. محبش أسمع منك الكلام ده. أنتي مراتي.
ما تخافش يا كابتن، عطلهم شويه يعني هيبقى لا ميداليا ولا بنتين زي بتوع السيما. خلي بالك من نفسك يا حسن. سلام يا احلى اصحاب. في حريم، بقول لك اقعد قدام الباب في حريم. اوعى يا كلب. لفوا من هنا، رد من الشباب، اضعوا في المنام. بحبك يا حنيفة. ايه؟ طول عمري ما حبيتش حد غيرك، بس ما كنتش عارف، على طول كنت بتجيني في احلامي، ما كانش في حد تاني بيجيني في الحلم، بس كنت بكابر، بس هي دي الحقيقة. بحبك يا حنيفة. حنيفة، حنيفة انت موت ولا ايه؟ انت بت زماننا حنيفة ان كان بيهزننا زماننا. حضرة سعد باشا زغلول زعيم الأمة، المرة دي يا باشا انا عارف انك مش هترد، بس زي ما تقول كده انا بدأت افهمك يا باشا، بدأت افهمك حتى من غير كلام. بهدلتنا الايام ودست علينا لحد ما فوقنا وعرفنا قيمتك، قصدي عرفنا قيمتنا بيك. هنحب ايامنا، هندوب في لياليها، ولو انجرحنا يا دنيا ما احنا حالفين نعديها. دنيتنا مرايتنا، كتبنا عليها قصتنا في فرحتنا ودمعتنا، وعمري في يوم ما نسيتنا. بنشكي لها ونشكيها ودمعتنا نخبيها، ولو انجرحنا يا دنيا احنا حالفين نعديها. هنحب ايامنا، هندوب في
فين وصل نهايتك؟ بليني يا هدى بليني. يا حودة مالك؟ على فكرة أنت مش عاجبني النهاردة. غلطوا. شايفك تعبان، في ايه؟ ضلعك في حاجة؟ مكسور ولا حاجة؟ بقولك ايه؟ تحب اوقف الماتش؟ سيب لي الماتش ده يا فرانكو، سيب لي الماتش. You bloody Egyptian, I will finish you. Round 3. يا باشا ايه اللي خلى الناس تحبك؟ عزة نفسك يا باشا، مش مكسوف من اصلك، زيك زينا، بقيت باشا وزعيم. وشوف بيرهم بيقول ايه، كنا هما بين الامم، انما بيك وبسيد درويش وكل اللي زيكم احنا هنبقى حاجه كبيره قوي.
مش كده برضو انا فهمتك يا باشا. الى جنة الخلد يا سعد. هنحب ايام I'll be there.